هينزل على قناة يوتيوب للأستاذ هاني ماسي إن شاء الله على صفحتي وصفحته، هتقدروا تشوفوا الندوة كاملة بإذن الله. استاذ هاني انت بتطلع حاجات وخصم حاجات سمعي انت بفضلك كده تشوفها معايا ويلا اصبر على حسب الدفع يا استاذ. انا بالشعر ماليش، انا بكتب بحاول اكتب قصص، بحاول اكتب روايات، عندي مجموعه كتب سياسيه وروايه ومجموعه قصصيه، عندي زينه مجموعه قصصيه ونواف روايه، وان شاء الله بعد شي اسبوع تطلع شارع 9 روايه عن شارع 9 بالمعركه. دار ل اسمه بوك ستور، هيدا شاب كان بامريكا ورجع اجى لهون عم يرجع يظبط هلا بس وبيقدم ابو الزلف كمان وعندي برنامج حلو وعندي برنامج سياسي ساخر عم بقدمه بشكل اسبوعي عن مصر واحداث المنطقه. في هيك قصه قصيره جدا جدا من مجموعه زينه هلا لقيتها ممكن اقراكم اياها. طفق غراب يأتي إلى نافذتي فينقر على الزجاج ويصفق جناحي فأرمي له شتاة الخبز فيأخذها ويحطك في وجهي طويلا وينعق وبعدها يغادر. استمر الحال معه أياما إلى أن أتى يوما فنقر وصفق. فتحت النافذة وقلت له بعيني لا فتاة لا أملك شيئا. فغادر وعاد حاملا بمنقاره رغيف رماه لي وقال هذه فتاتك جمعتها لك برغيف. مع اني ما بحبش القفقه دي يعني مش مؤمنه بيها قوي بس القصه دي حلوه فيها معنى. مش بنكتب ناس بتكتب اي حاجه وعلى فكره في ناس بتعبي كتب اي حاجه بالظبط. بمجموعه زينه هم قصص قصيره بس حاولت في 5 أو 6 قصص قصيره جدا جدا يعني كان تحدي انه اقدر اضغط الافكار باقل عدد من الكلمات. لا والرف اللي هو رمز التشاؤم رمز العطاء حاجه يعني